خلاص نتكلم على الواقع، نتكلم على الواقع. في خرجت للشغل، في ضوابط، في ضوابط لخروجك. حجاب كامل، حجاب فيه المواصفات، لا يشف لا يصف لا يشبه رباس الكافرات، ولا ما يكونش زينة في نفسه، ما يكونش معطر، ما يكونش ان هو يصف، حتى قال يصف عزم الساق، نص الحديث يصف عزم، لا ما يكونش كده. عايزه تلبسي بنطلون الواسع، البسي الفيست بعده بعد الرب. يقولك احنا في دول غربيه التلج لحد هنا والميه هنا والف ليره علاج وبتاع. تمام، البسي البتاع العالي، مش العالي كده، العالي المواظب عشان يبقى بعيد عن التلج، والبسي الواسع البنطلون وعليه الماشي الفيست كذا تبان عشان خاطر الدنيا. لكن بالتحديد، وعرض ازياء، ده عرض ازياء كل يوم، ده بتصرف على اللبس قبل ما بتصرف جوه البيت. يقولك لا عشان بره والمسكات جوه، وعامله في البيت الخيارم والبتاع والمسكات والدنيا عشان الصبح الشغل. ده العكس يا جماعه، والله ده العكس. المفروض في البيت فين؟ احنا ناقصين قاعدين لنا فين حق البيت؟ فين البنات اللي في البيت اللي يشوفوا الام هنا ام وشكلها اعرف ام بتعذب عيالها، عارف هو بتعذب عيالها، تقولوا بلا يمكن تتعذبوا بالمناظر دي، حاجة كارثة. بدأ أول شرط. تاني شرط غض البصر. الأولى لك وسنة، ولقيتي حد متجرأ كده وانت فاهمة كده، وقفيه عند حده وبعدي وخلي فيه مسافة في الكلام، ووصلي الورق بكل احترام وبكل أدب، وخلي خلاص وانتهين. قاعد على مكتب طالب لك امضى، عايز دوسيه، عايز مش عارفة ايه، بكل حي وانتهين. مفيش خضوع بالقول، ما تتكسريش في الكلام، مفيش لين في الكلام، عشان ما بقاش مطمع للي قدامي. مش نلاقيها بره البيت، عارفين بقى النغمه اللي هي بتاعت التوي، مش عارف ايه اللي بيتكلم ايه، وجوه البيت بقى تعالى بقى، تعالى يلا بيات. لا، الكلام بصوتك العادي والطبيعي اللي لا يلفت ولا يخلي حد يتعدى ولا حد يتجرأ عليك. يا جماعه المؤمن له هيبه بقى، المؤمن له هيبه، يهاب الناس لو ليك حال مع الله عيب، ما يصحش. رابع حاجة، ما يكونش فيه خلوة، يعني ما يكونش فيه خلوة ما بين، أصل مكتب مقفول، مكتب بيننا لا 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 يتفتح، اسعي بشتى الطرق إن يحصل، إن يجي مثلا حد تاني نساء معاكي، أو تبقي في مكتب ما تبقاش اتنين، لا ما يتقفلش عليكم. خامس حاجة، إن ال 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 يعني التزين، الزينة في الملابس، ماشي لابسة حجاب وكل حاجة بس فيها زينة أو فيها عطر مثلا يشموا الرجال، ما ده برضو مش صح. يعني هات المسك واللي بالشبة، هات الطيب، هات الحاجات اللي ملهاش روائح، البودرة، بودرة المسك بدره ما فيهاش أي حاجة. طيب سادس شرط، السلام بقى، السلام عليكم، صباح الخير، صباح الخير والسلام، ليش مصافحة دي؟ يضرب بمخيط من عيب أفرق من شعره لمفرق رأسه لقدم، خير له من أن يمس يد امرأة تحل. إحنا ناقصين، إحنا كحريم ما بتبقيش فاهمة، يعني عادي ممكن السلام ما فيش ما تعملش، لكن عند الرجال ما بقاش كده. عند الرجال لا، يقولك لمسة الإيد، وعشان ربنا هو اللي خلقنا وعارف قالك لا ما فيش لمسات. ده إحنا بنلاقي سلام بالكف وضرب على القفة وضرب على الظهر وحاجة، استغفر الله، اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا يا رب. سابع حاجة، إذن الولي. أنا الولي الوالد أذن في الخروج والشغل، والزوج مأذن، والدنيا تمام، لو زي ما إحنا قلنا بقى الشروط مواصفات العمل، لو أنت متزوجة قبل ولا بعد، يعني خدت القرار بتاع الشغل قبل الزواج تمام، ولا القرار جه بعد الزواج. تامن حاجة، إن يكون العمل مباح يا جماعة، يكون العمل مناسب للمرأة، مناسب لطبيعتها، مدرسة في مدرسة، طبيبة، طبيبة نساء الحاجات، طبيبة أسنان، بدل ما بتبقى قاعدة بتبقى وشك في وش الدكتور، بتبقى طبيبة أسنان. الحاجات اللي بيبقى صعبة على المرأة، حلو حلو، خدي الحاجات اللي لا يقوم به إلا غيرك من النساء المسلمات. تاسع شرط، إنه ما يترتبش على الخروج ضياع حق كحق زوج أو أولاد، لما يبقى العمل مناسب لطبيعتك ولفطرتك وما تضيعيش معاه الحقوق، هو ده المفروض. لكن ان احنا نروح نختلط فيحصل مشاعر، وبعدين استغفر الله لمسات لا يرضى الله سبحانه وتعالى، وعلاقة كذا، وبعدين نقول انا بحبها
وانا بعمل وانا سويت وانا كذا وانا كذا طب زوجتي لا، طب انا ممكن اسيب زوجتي وابني اللي هتولد كمان شهر. ده غلط. عرفتوا السبب فين؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يمن عليكم يا رب بالهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا رب حصن نساء المسلمين، وحصن يا رب شباب المسلمين، اللهم امين. ويا رب يتمنع كل مظاهر الاختلاط الغير يعني الغير طبيعيه والمحرمه ما بيننا. قولوا امين. جزاكم الله خيرا.